يعني خلينا ان احنا امين الصندوق للنادي المصري، خلينا ناخد مكالمه مع حضرتك يا فندم ونقول لك مساء الخير. وفي نفس الوقت فكره اللجوء الى الفيفا موجود عند النادي المصري ولا مش موجود؟ مساء الخير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك. سؤالي يعني هل فعلا النادي المصري هيلجأ للفيفا بخصوص انسحابه امس، وان النادي او اتحاد الكره واللجنه الخماسيه اعلنت ان خلاص ان المباراه تعتبر انسحاب وهزيمه النادي المصري من النادي الاسماعيلي 2-0؟ هو كابتن محمد فكره اللجوء للفيفا طبعا لها خطوات يعني. احنا لو اتجهنا للفيفا مباشره فالفيفا بترجع للاتحاد المصري بيسالوا عن الموضوع، هل عندكم المشكله دي او هل في عندكم لجنه التظلمات جالها طلب بغض النظر في الموضوع؟ فطبعا هيقول له لا انا ما جانيش حاجه. ففي خطوات لازم تتعمل الاول، بنتجه الاول للجنه التظلمات في اتحاد الكوره، وطبعا فريق العمل القانوني من النادي بيشتغل في تجهيز المذكره، واعتقد ان هي بكره ان شاء الله هتكون جاهزه ان شاء الله. طيب. لكن اللجوء للفيفا ما بيبقاش للفيفا مباشره. يعني انتوا الاول هتاخدوا خطواتكم التقديم للجنه التظلمات الخاصه باتحاد الكوره، ولو ما عجبكمش القرار هتلجأوا الى الفيفا. بالظبط، ده التدرج المنطقي. يمكن هو بس عشان بس نبقى متفقين، اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه قالت حتى لو انتوا يعني لجأتوا الى الفيفا، الفيفا هينصف اللجنه الخماسيه وقرارها الخاص بالانسحاب. بس عشان بس يعني افهم من كلام حضرتك ان اتحاد الكره دلوقتي بيتكلم باسم الفيفا؟ لا انا بكلمك لان القرار نفسه هم الناس بتقولوا يعني لو حصل كده، انا ماليش دعوه بقى الاتحاد الكره بيتكلم باسم الفيفا ولا لا، انا بقول لك البيان او التصريح اللي اتقال من خلال احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد الكره او اللجنه الخماسيه، ان لو انتوا لجأتوا الفيفا القرار بتاعنا صحيح. برضه دي وجهه نظرهم وتحترم يعني، مفيش مشكله، بس الفيفا معمول عشان بيفصل بين الامور دي يعني. طيب خلينا بس القرار في الحاله دي للفيفا مش مش للجنه الخماسيه. تمام، ده حقكم وده لازم تعملوه طبعا، لكن خليني اسالك استاذ علي، يمكن قبل المباراه انتوا عملتوا مسحه قبل مباراه الاسماعيلي، طلع كام واحد؟ طبعا طلع كام واحد؟ طلع 12 لعيب من قوام الرئيسي اللي هو 30 مقيدين في سجلات اتحاد الكوره، وبالاضافه لاثنين لعيبه من ضمن خمسه ناشئين فوق ال 30، يعني اصبح عندنا 14 لاعب. طب اتحاد الكوره برضو اعلن ان هم 9 لاعبين مش 12 على فكره. والله احنا نزلنا على الموقع الرسمي بتاع النادي بيان كامل شامل وافي عن الموضوع ده بالاسامي. بالاسماء. فلو اتحاد الكوره شاف ال 12 اسم اللي احنا بنزلهم في قوام ال 30 فيهم 3 لعيبه مش ايجابي، يطلع يقول لنا مين هم الثلاثه دول. احنا ذكرنا الاسامي اللي احنا اخدناها وفقا لنتيجه المساحات اللي بيعملها اللي بيبلغنا بيها السيد دكتور رئيس اللجنه الطبيه في اتحاد الكوره دكتور محمد سلطان، من خلال الشركه محمد سلطان، من خلال الشركه اللي متعاقد مع اتحاد الكوره. يعني احنا عندنا المستندات اللي جايه لنا من خلال الدكتور محمد سلطان اللي هو بيمثل اتحاد الكوره قدامنا طبيا، اللي بتقول ان في عندنا 12 لاعب ايجابي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان من ضمن ال 12 لعيبه دول اللاعب كريم العراقي في نفس النتيجه دي جاي لنا بيه تقريرين، تقرير ان هو ايجابي وتقرير ان هو سلبي. وفي نفس النتيجه دي جاي لنا لعيب اسمه احمد شحاته، ما هوش لعيب في النادي المصري خالص. وعايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، يعني تانية مش لعيب في النادي المصري، يعني غلطه في الاسم في دخولك يعني، او لاعب من نادي تاني دخل عند حضرتك يعني ولا ايه؟ احنا ما نعرفش هو مين اساسا. واحد اسمه احمد شحاته جالنا من ضمن التقرير يعني. احنا عندنا لعيب حارس مرمى ناشئ اسمه محمد شحاته. فده جالنا، وجاي واحد تاني اسمه احمد حاجه شحاته، يعني مش متذكر الاسم بالكامل. ده لا يخصنا اساسا، لكن يخص مين او لعيب او مش لعيب ما نعرفش، جانا بالغلط يعني. طيب. يعني طيب. انا بحكي لحضرتك التضارب يعني انت حصل. يعني مهم جدا ان احنا نوضح الامور، لان في ارقام بتتقال وفي ارقام عند حضراتكم وانت نزلتوا بيها بيان، ولكن اتحاد الكوره بينزل ارقام ثانيه. خلينا اكلمك على المباراه القادمه، ان شاء الله المباراه القادمه امتى مفروض؟ يوم الثلاثاء ان شاء الله مع نادي الاتحاد. مع نادي الاتحاد. طيب الوضع القادم او الوضع الحالي، انتوا برضو بنفس الموقف ولا الموقف هيتغير في المباراه القادمه؟ هو كابتن محمد الموقف اللي خده مجلس اداره النادي المصري بعدم التوجه للمباراه ما كانش فيه رغبه الاختيار، احنا كان قدامنا 8 لعيبه فقط بالاسم على فكره، ونازلين برضو في البيان اللي احنا نزلناه في الموقع بتاع النادي 8 لعيبه فقط اللي كنا نقدر نتوجه بيهم. هل ينفع نتوجه بثمان لاعبين نقدم مباراه في الدوري العام ايا كان الفريق المنافس؟
من اللاعبين اللي مقيدين بشكل 30 من ضمن ال 30 لعيب ده المقصود. لا ده من ضمن ال 35 لعيب. 35. انا اقول لحضرتك باختصار شديد كان عندنا 12 لاعب من ال 30 ايجابي واثنين لاعب من الخمسه الناشئين اللي هم متعاقدين مع النادي يبقى 14 لاعب. وعندنا خمس لاعبين اصابات ملاعب طويله، اخر لاعب فيهم لعب في شهر فبراير اللي فات، وفيهم لعيب لعب في شهر نوفمبر 2019، يعني اصابات حقيقيه بتقارير طبيه و واخر لاعب فيهم بقول لحضرتك لعب في شهر فبراير اللي فات، يعني بقاله ست شهور ما لعبش كوره ولسه علاجهم ممتد يعني ما خلصش. دول خمس لاعبين وال 14 لاعب اللي قلت لحضرتك عليهم ب 19. وكان عندنا في نفس الوقت النتيجه الاخرانيه اللي هي التحليل نتيجة المسحة الأخير اللي قبل مباراة الإسماعيلي كان في ست لاعبين تحولوا من الإيجابية إلى السلبية. ووفقا للبروتوكول بتاع وزارة الصحة اللي أخطرنا بيه اتحاد الكورة واللي ألزمنا بيه اتحاد الكورة إن اللاعبين دي لازم يخضعوا لفحوصات طبية معينة بتستغرق مش أقل من 72 ساعة. فكان طبيا أنا ما كانش ينفع النهاردة يجي لي نتيجة مسحة للاعيب إن هو أصبح سلبي وأنزله بكرة ماتش، لأن أنا كمجلس إدارة يعني براعي سلامه وصحه اللعيبه اللي عندي. طيب استاذ علي انا عشان بس اخد طبيب النادي اكمل المعلومه بس كابتن بعد اذنك. اتفضل اتفضل. دكتور شادي استعدني طبيب النادي المصري كتب تقرير رسمي وقال ان اللاعبين دي وفقا للبروتوكول بتاع وزاره الصحه محتاجين يتعمل لهم اشعاعات وتحاليل ورسم قلب واشعه صد و و و ودي تحتاج فتره معينه، وبالتالي يستحيل ان هم ينزلوا الملعب بكره، وانا مش مسؤول عن اي حاجه تحصل لهم. فما كانش قدامنا لما بقى كل الاعداد اللي قلتها لحضرتك دي بالاضافه للاعب في قضيه جنائيه بعيد عن الفريق من عده شهور، بالاضافه للشيخ احمد مكورو موجود في بلده مش عارف يجي لظروف الطيران، يبقى الموضوع كده بقى اصبح عندنا 8 لاعبين من ال 35. يعني كده الموقف ان الماتش القادم امام الاتحاد هو نفس الموقف امام الاسماعيلي. الماتش القادم امام الاتحاد بدايه في مسحه بكره ان شاء الله هتتعمل، نتيجتها ممكن تطلع بكره بالليل على ضوءها نقدر نشوف ايه اللي ممكن يتعمل يوم الثلاث ان شاء الله. طيب. لكن القصه مش ان مجلس اداره النادي المصري مش عايز يلعب دوري، ده احنا بدليل ان احنا شاركنا مع نادي الزمالك في اول مباراه في استئناف الدوري. لا هو واضح ان الامور طبعا ملهاش دعوه بعدم لعب النادي المصري الدوري ولا لا، لان انتوا لعبتوا فعلا، ويمكن هو الظرف اللي انتوا اتحطيتوا فيه هو اللي بس اللي مخليكوا يعني الامور يعني فيها لعبكه او فيها الامور باظت يعني بالنسبه لنادي المصري. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، في اخبار بتقول ان في حد دخل مكان احمد مسعود في فكره المسحه، او يعني احمد مسعود ما كانش موجود ودخل لاعب مكانه، ده طالع من اتحاد الكوره ان في لعيب دخل مكان احمد مسعود، صحه الموضوع؟ طيب لا، اولا صحه الموضوع اتحاد الكره اللي عنده المعلومه، انا ما اعرفش هم اللي قالوا ان في حد دخل احمد مسعود كان موجود يعني في المسحه. انا بقول لحضرتك لا، انا كمجلس اداره قاعد هنا، الفريق كان في معسكر في برج العرب. اتحاد الكره هو اللي بيقول المعلومه دي، انا ما اعرفش مدى صحتها من عدمه. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا كفريق طبي جاي من الشركه اللي اتحاد الكره متعاقد معاها وبعمل مساحات لفريق النادي المصري. مش انا يعني بديهيا اول حاجه لما بيتقدم لي لاعب للمسحه بتحقق من شخصيته؟ يعني انا هل انا اقدر اجيب ناس من بره النادي مثلا يعني وادخلهم للفريق الطبي يعمل لهم مساحات، ولا كل لعيب بيعمل مسحه الفريق الطبي بيتاكد من شخصيته؟ طب الكلام اللي تداول ان في لعيب عمل مسحه مكان احمد مسعود، صح كده؟ تمام. طب اللعيب ده ذات نفسه ايا كان هو مين اسمه، المساحه اتعملت لكل اعضاء الفريق. طب هل في لعيب دخل مرتين يعمل مسحه قدام الفريق الطبي والفريق الطبي مش شايفه؟ طب النقطه الثالثه، المسحه دي اللي الكلام اللي صادر عن اتحاد الكره بيتقال عليها كانت بتاريخ يوم 8. طب اتحاد الكره جاي يوم 15 يقول ده في لعيب دخل عمل مسحه مكان لعيب؟ طب اتحاد الكره كان فين من يوم 8؟ انا مش قادر افهم المعلومه دي يعني. اكيد وصلت لك انها يعني ده بيتداول حتى في المواقع. هي بتتداول بس يعني انا عرضت صحه المعلومه عشان نوضح بس للجماهير الفكره دي، هل فعلا موجوده؟ هل في حد فعلا دخل؟ حضرتك بتقول لي لا، ما الوضع الطبيعي ان اللعيبه في المعسكر وهم اللعيبه اللي دخلوا عملوا مسحه بما فيهم احمد مسعود عمل مسحه، ولكن طبعا الخبر انا بس حابب ان انا اعرف صحته
من خلال مسؤول موجود داخل النادي المصري ده. يعني انا برضو باكد تاني ان الوضع الطبيعي ان الفريق الطبي اللي موجود بيتحقق من شخصيه الشخص اللي قدامه. تمام. فكون ان اللعيب يخش مكان لعيب ده مسؤوليه الفريق الطبي اللي بيعمل المسحه مش مسؤوليه اللعيب يعني. تمام. انا يعني احنا منتظرين الامور وترجعوا يعني او فريق نادي المصري يرجع كله يعني شايف ان شاء الله وغانم بامر الله في فكره التعالى عن كورونا يا رب دايما كلنا نبقى بخير وسلامه وان شاء الله ترجعوا وتلعبوا لان فريق النادي المصري من الفرق المهمه داخل الدوري وانا عارف يمكن حضرتك بتقول معلومه النادي المصري عايز يلعب الدوري احنا كلنا عارفين لان انتوا ابتديتوا تلعبوا لكن هي طبعا ظروف صعبه انتوا بتمروا بيها اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق استاذ علي ويعني دايما النادي المصري في الامام بامر الله بشكرك شكرا جزيلا خليني اطلع